سبيكة دهب اهي. شكرا جدا، جزاكم الله خير. يا رب يخليك، الله يسعدك، الله يسعدك. الفرحة الماستر جولد ايجيبت يعني بتحاول تفرح بيها الناس، يا رب يسعدهم بقدر السعادة اللي بيدخلوها على قلوب الناس المصريين. سعيدة جدا جدا ان ماستر جولد ايجيبت اختصوني واختصوا البرنامج بتاعي ان من خلاله نقدر نفرح ولو عدد صغير، ويا رب مصر كلها تفرح. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله هنقابل تاني ناس تانيين ونفرحهم تاني بكل هدايا ماستر جولد ايجيبت. مش بس الناس اللي هنقابلهم في الشارع، لا كمان هنفرح الناس اللي في البيوت. هنقول سؤال وبإذن الله لما يجاوبوا عليه إن شاء الله يكسبوا هدايا ذهب من ماستر جولد ايجيبت. كم واحد بقى هيكسب؟ حسب شطارتكم، يا رب كل الناس تكسب. واحنا ماشيين شفنا أخ فاضل من إخواتنا، هنروح نسأله وبإذن الله بإذن الله هيكسب. سلام عليكم. سلام عليكم. إزيك يا حاج؟ إزيك يا أخوي؟ عامل إيه؟ اسمك إيه؟ محمد. عشت الأسامي يا محمد، الله يسعدك. طب استنى بس هنا، أنت رايح فين؟ أنا رايح إمبابة. رايح إمبابة؟ آه. كنت فين طيب؟ كنت في المستشفى. المستشفى؟ آه. عندك ايه؟ كنت من الطبيعه على جسمي على دلوقتي. الله سلامتك، الف سلامه، الله سلامه. طيب بص يا محمد، في شركه محترمه اسمها ماستر جولد ايجيبت. الشركه دي قالت لي يا نشوى خدي بعضك كده وانزلي الشارع فرحي اخواتنا المصريين. ماشي يا عم، وانا عايزه افرحك. خير ان شاء الله. طيب عشان افرحك هم عاملين جوائز ذهب، سبايك، وعاملين جوائز تانية كتير، وانت ورزقك بقى. المهم ايوه تجاوب على السؤال. هنعرف تجاوب ولا هتكسفنا؟ لا ايه السؤال؟ ما هو انت شاطر وهتجاوب على اي سؤال اساله بقى. والاسئله بتاعتنا صعبه. طيب ايه السؤال ده؟ هسالك اهو. الاول انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. اهلاوي؟ طيب يا سيدي سؤالي بقى، يا ترى الفانيلا بتاعته لونها ايه؟ حمرا. حمرا؟ ايوه. الله 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 الله، انت بتجاوب الاسئله الصعبه، انت بتجاوب الاسئله الصعبه اهو. يعني طب سالت، طب اسالك سؤال صعب تاني؟ ايه سؤال. طيب مين رئيس النادي الاهلي؟ الكابتن محمود الخطيب بيبو. لا 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 بيبو، لا 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 ده احنا، لا ده احنا، ده احنا كده انت كل حاجه عمال تجاوب عليها. ما شاء الله. طيب انت كده كسبت خلاص. خلاص كده تمام. كسبت اهو. عايز تعرف كسبت ايه؟ اهي. هدية ذهب عبارة عن سبيكة ذهب اهي، سبيكة ذهب اهي، دي سبيكة ذهب، امسكها في ايدك كده. ايه مش فرحان يا محمد ولا ايه؟ فرحان ولا ايه؟ انا فرحان بيك انت، بسالك انت يا حبيبي والدنيا كلها. لا ده انا فرحانه بيك انت عشان جاوبت اهو. اتفضل بقى، خد السبيكه. ومبسوط؟ مبسوط بيك انت ومبسوط بالدنيا كلها. وتحيا مصر يا حبيبي. وانا بشكرك جدا جدا انك جاوبت على اسئله، ويعني تحيه لكل عشاق النادي الاهلي والزمالك كمان. والزمالك كله تمام. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حبيبي حبيبي، ربنا يسعدك. ماستر جولد ايجيبت، لحظات تتائل بالذهب.